ما هي الفئه من الناس التي تكون موجوده لحظه قيام الساعه وما هي الكلمه التي اذا قلتها لا تقوم الساعه عليك وما هو مصير المؤمنين قبل قيام الساعه في هذا اللقاء سنتامل اخر لحظه من لحظات قيام الساعه وكيف تقوم وعلى من حتى يتبين لهم انه الحق السلام عليكم ورحمه الله احبتي في الله النبي الاعظم عليه الصلاه والسلام لم يترك شيئا الا وانبا عنه اخبرنا بالتفاصيل الدقيقه لنهايه العالم طبعا اخبرنا ماذا يحدث لحظه الموت على المستوى الفردي وبعد الموت وفي عالم البرزخ وعالم الارواح أخبرنا عن قيام الساعة وعلاماتها وعلى من تقوم وكيف بل وأخبرنا عن تفاصيل يوم القيامة من المرور على الصراط والحساب والنشر والبعث إلى آخره هذا يدلك على رحمه هذا النبي بنا انت عندما يكون لك طفل مدلل ضعيف ترحمه فدائما تعطيه نصائح هنا ستواجهك هذه المشكله انتبه بعد فتره قد يحدث كذا انتبه الى كذا دائما تنبهه ما هي احاديث الساعه هي تنبيه لنا اخي الحبيب تنبيه لنبقى في حاله ذكر لله الكلمه التي اذا قلتها تضمن ان الساعه لن تقوم عليك هي كلمه الله لا تقوم الساعه حتى يموت كل انسان يقول الله ويبقى شرار الخلق سنتامل هذا الحديث الشريف وكيف يقبض الله روح من تبقى في الارض يذكر الله النبي عليه الصلاه والسلام يقول ثم يرسل الله ريحا بارده من قبل الشام فلا يبقى على وجه الارض احد في قلبه مثقال ذره من خير او ايمان الا قبضته حتى لو ان احدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه فيبقى شرار الناس في خفه الطير واحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، انظر الى هذا الموقف المرعب، انظر الى رحمه الله بمن في قلبه مثقال ذره من خير، فكيف بانسان مؤمن يدعو الله ويذكر الله وقلبه مليء بالخير حياته كلها خير للناس، كلها محبة ماذا عن انسان كهذا؟ إذا كانت رحمة الله بإنسان في قلبه ذرة من خير فقط أنه يرسل عليه ريحا باردة فيقبض روحه لكي لا تقوم الساعة عليه يبقى نوع من الناس لا يحلون حلالا ولا يحرمون حراما ولا يعرفون لا معروف ولا منكر. فهؤلاء هم شرار الخلق. والنبي عليه الصلاه والسلام يؤكد في هذا الحديث وغيره ان الساعه لا تقوم ما دام هناك واحد يقول الله الله. وفي الارض من يقول الله الله الله. تخيل حتى ذكر الله ما دام انسان يقول الله لا تقوم الساعه فهذه بشرى ايضا للمؤمنين بشرى للانسان مؤمن يذكر الله وفيها اهميه ذكر الله احرص اخي الحبيب على ذكر الله دائما في ذلك اليوم ايها الاحبه يوم صعب جدا تخيل ان الارض تمتلئ باناس شرار الخلق، تخيل ها هذه الـ هذه الـ النوعيه السيئه جدا من البشر ان الارض تمتلئ بهم ولا يبقى من يقول الله او يذكر الله، هنا اخي الحبيب أنا أود أن أخذك إلى قضية ذكر الله، وأنه وأن المؤمن لا يخاف من قيام الساعة بل يرجو قيام الساعة. وساعة المؤمن تقوم عند موته. ما هي الساعة؟ هي لحظة توقف العمل. تبدأ ساعتك منذ أن يتوقف العمل. متى يتوقف عملك بالموت بعد الموت لا تستطيع أن تقول أنا سأصلي أو أصوم أو أتصدق أو أفعل الخير أو أكفر عن ذنوبي أو أقضي ديوني لا انتهى أعطيت الفرص كاملة في الدنيا عشت ستين سبعين ثمانين سنة أخذت كل الفرص الممكنة لذلك هنا الانسان عندما يأتيه الموت يتحسر قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا يقال له كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فالله سبحانه وتعالى أعطاك كل الفرص فاغتنمها يا أخي ما دمت الآن تسمعني وأنت على قيد الحياة. وبينك وبين الموت شعرة. فينبغي أن تعود إلى الله وتذكر الله وتتوب عن ذنوبك وتستغفر الله لأن الله غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم طيب لماذا الساعة لا تقوم على مؤمنين لأن عملية قيام الساعة مرعبة جدا النفخ في الصور لأن عملية النفخ بالصور مرعبة تنزل مثل الصاعقة نحن نعلم أن أحد الاسلحه الاكثر ايلاما تسمى الاسلحه الصوتيه تبث ترددات صوتيه شديده جدا بسبل عالي جدا يمكن ان تمزق ليس فقط طبله الاذن بل تمزق اللحم مثل هذه الصاعقه مرعبه والمؤمن لا يمكن ان يعذبه الله الله ينجي عباده المؤمنين لذلك الحديث النبوي هنا يتفق مع الايه القرانيه <applause> هذه رساله لمن ينكر حديث النبي الله سبحانه وتعالى يقول انظر معي الى هذه الايه في سوره الزمر ونفخ في الصور نفخه الاولى ماذا يحدث عندما ينفخ هذا الصوت الـ صاعق فصاعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله طيب في الارض نعلم هناك بشر وحيوانات وكذا طيب في السماوات هناك ايضا كائنات هناك كواكب اخرى شبيهه في الارض بالارض الله تعالى يقول ومن اياته من معجزاته أن خلق ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما يعني في السماوات والأرض من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير قد نلتقي ذات يوم مع مخلوقات فضائية لا تدري لأن الله قال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير فيها نوع من التأكيد إذا لم يقل إن إذا في اللغة تعطيك نوع من التأكيد أكثر إذا وقعت الواقعة لابد أن تقع إذا جاء نصر الله والفتح لابد أن يأتي نصر الله. في ذلك الوقت ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. فهذه النفخة هي نوع من العذاب فلا يمكن أن تصيب المؤمن لأن الله أهلك بالصاعقه قوم صالح الذين طغوا وعقروا الناقه اهلكهم اهلكهم الله بهذه الصاعقه فدمرتهم تدمير مزقتهم كهشيم المحتضر فهنا ايها الاحبه يبقى من الناس شرار الخلق فيامر الله سيدنا إسرافيل بالنفخ في هذا الصور فتنزل صاعقه تفني الحياة على ظهر الأرض تماما وتفني الحياة في الكون فصاعقه من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله من ملائكه من مقربين الله أعلم ثم وينتهي هنا الكون ثم نفخ فيه اخرى ثم نفخ فيه اخرى نفخ الثانيه فاذا هم قيام ينظرون ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون تجدهم يخرجون كما يخرج النبات ينسلون من الاجداث مكان المكان الذي استقر فيه بقايا هذا الجسد سواء في قبر في قاع المحيط في مكان ما على الارض لابد ان يبقى من جسد الانسان حتى لو اكلته الوحوش يبقى منه ولو جزيء دي جزيء ان وراثي لابد ان يبقى ومنه يركب يوم القيامه ويخلق وينسلون فاول ما يقوله هؤلاء شرار الخلق والكفار والملحدون اليوم الذين يحاربون الاسلام ويعملون على تشويه سنه النبي عليه الصلاه والسلام امثال هؤلاء اذا لم يتوبوا مجرد ان خرجوا من قبورهم احياهم الله قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ياتيهم الجواب هذا ما صدق هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون هنا ياتي الحديث عن المؤمنين نسال الله ان نكون منهم ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون حتى في الجنه العلاقه هي علاقه زواج لا توجد علاقات جنسيه كما يحاول بعض المشككين أن يخدع أتباعه يقول القرآن يتحدث عن علاقات جنسية في الجنة لا هم وأزواجهم وهكذا في القرآن كله في القرآن كله حتى الحور العين الله تعالى يقول وزوجناهم بحور عين علاقة الزوجية أي علاقة خارج إطار الزواج ممنوعة في الدنيا وغير موجوده اصلا في الاخره فتخيل اخي الحبيب كل هذا النعيم الذي اعده الله لك كل هذا الفضل ستاخذه مقابل ماذا فقط ان تقول يا رب فقط ان تعترف بوجود الله في حياتك ان تقول الحمد لله ان تقول لا اله الا الله من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه وبالتالي الله رحيم جدا وكريم ورحمته وسعت كل شيء نسال الله عز وجل ان يعني يحيطنا برحمته فهو القائل ورحمتي وسعت كل شيء استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم انه الحق